تاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة العاشرة من برنامج العظماء المئة وهي الحلقة التي سنستكمل بها قصة اكتشاف المسلمين لأمريكا بداية أحب أن أشكر كل من علق أو شارك معنا في البرنامج خصوصا بعد الحلقة التاسعة وكم سعدت من التفاعل الكبير الذي تلا تلك الحلقة فقد بعث لي البعض على سبيل المثال بصور عن اكتشاف جديد لمقابر قديمة في أمريكا مصحوبة بكتابات باللغة العربية بالخط الكوفي والتي قدر المؤرخون زمنها إلى مئات السنين من قبل وصول كولومبوس لأمريكا رسالة أخرى وصلتني من الدكتورة شفاء علي الفقيه تخبرني بها بأنها لاحظت أثناء إقامتها في أمريكا وجود بعض الأبنية التي بنيت بشكل يشبه الطراز الإسلامي الأندلسي في العمارة الدكتورة شفاء علي الفقيه أضافت بأن زوجها الدكتور إبراهيم موسى نصار والذي درس في كوبا لاحظ أيضا في إحدى زياراته الأخيرة إلى كوبا برفقة ابنهم الأكبر موسى وجود أبنية يظهر عليها الطابع الأندلسي بشكل واضح بل وجدوا في كوبا مطعما نقشت على جدرانه عبارة لا غالب إلا الله وهو الذي تشاهدونه في هذه الصورة وبغض النظر عن الزمن الذي بني فيه هذا المبنى إن كان قديما أو حديثا فإن وجود كتابات إسلامية على جدران دولة مثل كوبا يدعو للتساؤل والتأمل على فكرة عبارة لا غالب إلا الله كانت شعار دولة بني الأحمر في غرناطة ومن زار قصر الحمراء سيلاحظ أنها مكتوبة في كل مكان هناك الدلائل العمرانية التي تثبت وجود المسلمين في أمريكا قبل كولومبوس بمئة السنين تم رصد الكثير منها من قبل علماء بارزين من أمثال البروفيسور الكندي من أصل لبناني يوسف مروى وهو بالمناسبة من أهم علماء الفيزياء النووية على مستوى العالم البروفيسور يوسف مروى قام بدراسات تاريخية مهمة عن وجود الإسلام في أمريكا قبل وصول كولومبوس إليهم وأخرج بحثا مهما في هذا المجال سننشره على صفحتنا في الفيسبوك إن شاء الله ومن بين العلماء الأفاضل الذين رصدوا الوجود الإسلامي القديم في أمريكا هو البروفيسور المغربي الكبير محمد الكتاني رحمه الله والذي استفدت منه شخصيا في كتابة كتابي حيث أن معظم المعلومات التي وردت في كتابي وفي الحلقة الماضية حول اكتشاف المسلمين لأمريكا ما هي إلا نتيجة لأبحاث هذا الرجل وما أنا إلا ناقل لما قدمه علماء أفاضل مثله ومثل البروفيسور مرة البروفيسور الكتاني أسس أيضا علم الأقليات الإسلامية وعمل في نهاية حياته على إعادة الأندلسيين في إسبانيا إلى أصولهم الإسلامية وقد تشرفت برسالة رقيقة من كريمته الدكتورة حسناء الشريف الكتاني بعد عرض الحلقة الماضية تخبرني فيها بأن دوقة سيدونيا التي ذكرناها في الحلقة الماضية طلبت من والدها شخصيا أن يستلم الوثائق السرية التي وجدتها في قصرها والتي تتناول أسرار وجود المسلمين في أمريكا وذلك خوفا من إحراق الإسبان لهذه الوثائق بعد موتها ومن بين الأشياء التي لم أكن أعلمها شخصيا معلومة من أحد الأصدقاء الذين عاشوا في أمريكا اللاتينية وعاشروا الهنود الحمر أخبرني بها بأن قبائل المابوتشي من الهنود الحمر تشيع فيهم عادة تعدد الزوجات وتكون عدد الزوجات لديهم أربع زوجات بالتحديد وهذا موثق في هذا الكتاب الذي يتناول حياة قبائل المابوتشي من بين ردود الفعل التي وصلتني أيضا على الحلقة الماضية مشاركات من بعض المتابعين لتقرير أعدته قناة الجزيرة التقرير يبين شهادة الضابط السابق في البحرية البريطانية وعالم المحيطات كيفن مانزيس
والذي صرح بأن أميرال مسلم في الصين هو من اكتشف القارة الأمريكية قبل الإيطالي كريستوفر كولومبوس. والحقيقة أن هذا البحار الصيني المسلم أردت أن أفرد له حلقة خاصة له في المستقبل إذا ما شاء الله ذلك، ولكن لنأخذ الآن صورة بسيطة عن هذا البحار المسلم. اسمه تشينغ خا، واسمه بالعربية حجي محمود شمس. ينتمي لقومية هوي المسلمة في الصين، وعلى فكرة يوجد في الصين ملايين المسلمين الذين لا نعلم عنهم شيئا. المهم أن تشينغ خا أو حجي محمود شمس عين من قبل الإمبراطور الصيني أميرا للبحرية الصينية، فأبحر بأسطوله عبر بحار الدنيا كلها حتى حج بيت الله الحرام في مكة، ووصل إلى مناطق نائية في آسيا وأفريقيا ليقص للصينيين ما رآه من عجائب في أسفاره. هذه مثلا لوحة أثرية لزرافة أحضرها من الصومال إلى الصين، ربما كانت أول زرافة يراها الصينيون. المهم أن هذا البحر المسلم استمر في استكشافاته ورحلاته حتى اكتشف أستراليا قبل أن يصلها البحار الإنجليزي جيمس كوك بمئات السنين. يعني ليست فقط أمريكا التي اكتشفها المسلمون، بل أستراليا أيضا. حجي محمود شمس واصل رحلاته حتى وصل إلى أمريكا عام 1421، وقد ألف العالم البريطاني كيفن مانزيس كتابا عن حكاية هذا الأميرال المسلم أسماه 1421، السنة التي اكتشفت فيها الصين أمريكا. تأملوا معي يا إخوة تاريخ المسلمين العظيم، ستلاحظون خلال الحلقات القادمة إن شاء الله أن تاريخ الأرض بأسرها بدون مبالغة هو تاريخ الإسلام والمسلمين. دعونا الآن نبدأ بسبر أغوار قصة عظيمنا لهذه الحلقة، وهو المستكشف الإسلامي الكبير والقائد البحري العملاق بيري ريس. كم منا سمع بهذا الاسم من قبل؟ بيري ريس اسمه الكامل أحمد محي الدين بيري، وريس أو رئيس كان اللقب العربي الذي يطلقه العثمانيون على القادة البحريين، ويعني رئيس البحرية أو رئيس البحرية، والذي استبدلناه للأسف في الفترات الأخيرة بالقبطان المحرفة من الكلمة الإنجليزية كابتن. بيري ريس ولد في مدينة غاليبولي الواقعة غرب إسطنبول، وهذه المدينة كانت بمثابة المركز الرئيسي لقوات البحرية الإسلامية قبل أن تتحول إلى الجزائر بعد ذلك. قال عنها مفتي الدولة العثمانية، أو كما كانوا يطلقون عليه شيخ الإسلام، ابن كمال، وهو مؤلف كتاب تاريخ آل عثمان، قال عن مدينة غاليبولي: إن أبناء غاليبولي أمضوا حياتهم في البحر كالتماسيح، وكانت أسرتهم القوارب، وهدهدتهم البحر والسفن ليلا ونهارا. وعظمة بطلنا بيري ريس كانت نتيجة لتربية عظيمة من قبل عمه، وعندما يرزق الإنسان عما صالحا يهتم بابن أخيه ويعلمه ويربيه، فقد رزق الإنسان منا رزقا كبيرا. هذا العم لم يكن عملاقا من عمالقة الإسلام فحسب، بل كان عملاقا من عمالقة التاريخ بأسره. اسمه الريس كمال. عليك فقط أن تعلم أن الأخوين بربروسا الذين تحدثنا عنهم في الحلقة السادسة وغيرهم من مجاهدي البحرية الإسلامية الذين تلوهم ما هم إلا تلاميذ لكمال ريس. وقصة كمال ريس بدأت عندما استدعاه السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح، وسلمه تكليفا جهاديا لمحاولة إنقاذ الأندلس من السقوط في أيامها الأخيرة، ومساعدة ملك محمد الصغير ملك غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس. وفعلا تحرك بطلنا كمال ريس برفقة ابن أخيه محي الدين نحو الأندلس، وفعلا استطاع مجاهد آل عثمان العظيم كمال ريس بمساعدة ابن أخيه محي الدين من تحرير مدينة ملقا وقصف مدينة ألميريا في محاولة أخيرة لإنقاذ الأندلس.
إلا أن الأندلس يا أخوان كانت ساقطة لا محالة لعدة ظروف سنأتي على ذكرها في الحلقات القادمة إن شاء الله، وذلك في معرض حديثنا عن قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط. المهم، لما أدرك كمال الريس حتمية سقوط الأندلس قام برفقة ابن أخيه محي الدين بإنقاذ الأندلسيين وحملهم على سفنهم إلى خارج الأندلس، ليس فقط الأندلسيين المسلمين بل أنقذ المسلمون يهود الأندلس أيضا. لذلك لا تسمحوا يا إخوة لأي سافل في هذا الزمن لكي يعرفكم بحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان نحن المسلمون الذين صنعناها. وليسألوا إن شاءوا اليهود أنفسهم الذين يبدو أنهم نسوا ما قدمه أجدادنا لأجدادهم. كمال الريس استمر في جهاده في البحر المتوسط، واستطاع الانتصار على الإيطاليين في كثير من المعارك، وكان ابن أخيه محي الدين بمثابة يده اليمنى في تلك المعارك، حتى جاء شهر أغسطس من عام 1499. في هذا الشهر تقدم دوغا جمهورية البندقية ليلاقي أسطول البحرية الإسلامية المجاهدة بقيادة البطل كمال ريس في معركة تاريخية اسمها معركة زونكيو البحرية. تذكروا معي هذا الاسم جيدا، معركة زونكيو البحرية. هذه المعركة غيرت من تاريخ المعارك البحرية للأبد. فكعادة المسلمين في الابتكار والاكتشاف والتطوير، حضر كمال ريس مفاجأة لم يكن الإيطاليون يتوقعونها، فقد استخدم المجاهد المسلم كمال ريس لأول مرة في التاريخ المدافع في المعارك البحرية، لتصبح المدافع بعدها سلاحا من أهم أسلحة السفن في العالم. وبعد 4 أيام مباركة هي عمر تلك المعركة، 22 والـ20 والـ22 والـ25 والـ20 من شهر أغسطس لعام 1499، استطاعت البحرية الإسلامية المجاهدة لآل عثمان بقيادة القائد العملاق كمال ريس من سحق قوات العدو. في هذه المعركة التي كانت أول معركة في التاريخ تستخدم فيها المدفعية في المعارك البحرية، ألم أقل لكم أن تاريخ الأرض هو تاريخ الإسلام؟ محي الدين بيري أو رئيس بيري كان يشارك عمه كمال في كل تلك المعارك، إلا أنه امتاز عن عمه بموهبة عجيبة ستجعل منه أحد أعظم عظماء التاريخ. فلقد كانت لديه موهبة الرسم، ولكنه لم يستخدم هذه الموهبة فيما يغضب الله أو في رسم أشياء تافهة، وإنما وجه تلك الموهبة لخدمة الإسلام والمسلمين. فأصبح بيري ريس من أعظم رسامي الخرائط في التاريخ. ومع اشتداد وطأة الهجمات الصليبية الشرسة على أراضي المسلمين، توجه كمال ريس من الموانئ العثمانية نحو مصر بتوجيه خاص من السلطان العثماني، هذه المرة لإنقاذ المماليك وإمدادهم بالأموال وخشب السفن والأسلحة المقدمة من العثمانيين لكي تساعدهم في حربهم مع العدو المشترك، مع العدو الصليبي البرتغالي في المحيط الهندي. أيها الأحبة، في هذا الوقت لم تكن مصر تتبع للعثمانيين، ولكن العثمانيين ساعدوها كما ساعدوا الأندلس التي لم تكن أيضا تابعة لهم. كما الريس استمر في جهاده بدون كلل أو ملل حتى جاء ذلك اليوم في نهاية عام 1510، أو لعله بداية عام 1511، لا نعلم بالتحديد، ولكن ما نعلمه أن عاصفة هوجاء اجتاحت البحر المتوسط لكي تغرق سفن إحدى الحملات العثمانية الجهادية في البحر المتوسط، وكان على قيادة هذه السفن البطل الإسلامي المجاهد العملاق كمال ريس رحمه الله، الذي غرق وهو يجاهد في سبيل الله في بحار الأرض. كم كان عمره في ذلك الوقت؟ لقد كان عمره حين توفي رحمه الله 60 عاما، قضاها في خدمة هذا الدين لكي يصل إلي وإليك.
60 عاما أنقذ فيها آلاف الأطفال والنساء والأبرياء في الأندلس بدون أن يفكر هو بأهله أو أطفاله أو الاستمتاع بملذات الدنيا. رحم الله البطل المجاهد كمال ريس. ولما وصلت أخبار موت كمال ريس إلى ابن أخيه محي الدين بيري ريس، رثاه محي الدين بيري ريس في قصيدة يطلب فيها طلبا مني ومنك، يطلب فيها طلبا من كل المسلمين في كل زمان ومكان. جاء في تلك القصيدة: أيها الصديق العزيز، أريدك أن تذكرنا في صلواتك وتذكر كمال ريس. لقد عرف بحارا لا تحصى ولم يتمكن أحد من إيقافه. لقد مخرنا عباب المتوسط معا ورأينا كل مدنه العظيمة. ذهبنا إلى الأراضي الإفرنجية وهزمنا الكفار. ليعطي الله السلام إلى كل أولئك الذين يتذكرون كمال ريس في صلاتهم. رحم الله البطل المجاهد كمال ريس. لا تنسوه من دعائكم في صلاتكم يا إخوة، فلقد عشنا زمنا طويلا لا نعلم شيئا عنه وعن غيره من أبطالنا، ولكن من فضل الله أن إخوتنا الأتراك ليسوا مثلنا في نسيان عظماء الأمة. فقد قامت البحرية التركية بإنشاء 4 فرقاطات بحرية مقاتلة من طراز بربروس، TCJ بربروس، نسبة إلى البطل الإسلامي الكبير خير الدين بربروسا. TCJ عروج ريس نسبة لأخيه عروج ريس، وTCJ صالح ريس، وهي تشير إلى صالح ريس وهو أيضا من أبطال البحرية الإسلامية. والفرقاط الرابعة التي أنشئت عام 1998 هي TCJ كمال ريس نسبة للعملاق الإسلامي البحري كمال ريس. وبعد موت كمال ريس واصل ابن أخيه محي الدين بيري ريس رحلة الجهاد البحري لعمه، فجاب البحار والمحيطات يرفع راية الإسلام حتى وصل إلى أمريكا ورسم خريطة لأمريكا هي أقدم خريطة لها على الإطلاق، وهذا يلغي الكذبة الكبرى التي تعلمناها في مدارسنا بأن كولومبوس هو مكتشف أمريكا. فالحقيقة التي أخفيت عنا لمئات السنين أن المستكشف الإسلامي بيري ريس هو مكتشف أمريكا الحقيقي. طبعا سبق بيري ريس كثير من المسلمين الذين وصلوا لأمريكا قبله، ولكن بيري ريس هو الذي وضع أول خريطة علمية للقارتين الأمريكيتين بكل التفاصيل، بما يعطيه الحق بأن نطلق عليه لقب المكتشف الحقيقي لأمريكا، حيث بيّن بيري ريس ما اكتشفه في أمريكا في كتابه كتاب البحرية الذي قدمه للخليفة العملاق سليمان القانوني، والذي كان يدعم بنفسه تلك الحملات الاستكشافية في أمريكا. ليس ذلك فحسب، بل رسم بيري ريس خريطة للقارة القطبية الجنوبية، فكان البطل الإسلامي الكبير محي الدين بيري ريس هو أيضا مكتشف القارة القطبية الجنوبية والتي تسمى أنتاركتيكا. إذن فقد كان نفوذ المسلمين في عهد الخليفة الإسلامي العملاق سليمان القانوني يمتد من فيينا شمالا وحتى القطب الجنوبي جنوبا، مرورا بأمريكا وأفريقيا وأوروبا وآسيا. الشيء العجيب في خريطة بيري ريس أنها ما تزال تحير العلماء إلى يوم الناس هذا. حتى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أبدت دهشتها من الدقة العجيبة التي وردت في هذه الخريطة. شاهدوا معي هذا المقطع القصير من أحد البرامج الوثائقية التي تتحدث عن بيري ريس واكتشافه. In 1929, historians discovered a map which had been painted onto a piece of gazelle hide. They traced the document back to a 16th century Turkish admiral named Piri Reis. But in stark contrast to other maps dating back to that time, the map depicts landmasses that were still, as yet, unexplored.
It shows the coast of Antarctica as it exists under the current ice cover. Now that's really pretty amazing because it would tend to indicate that the map was made at a time when Antarctica was ice-free, which would be many millions of years ago. The map also accurately charts the coasts of Europe and North Africa, but it's the illustration of northern Antarctica that truly astonishes ancient astronaut theorists, because this region wouldn't even be discovered for another 300 years. We have to remember that Antarctica is covered by at least a mile thick ice. We didn't have ground penetrating radar until 1958. So for a map to exist in 1531 accurately showing the topography, it's pretty interesting. When cartographers superimposed the Peary Reese map over a modern map of the world, they were amazed to discover that the ancient chart was fantastically accurate in the most minute of details. But how could the creators of a centuries-old map have known of mountains or rivers that had yet to be discovered? In 1531, I really don't know of anyone who was flying above the surface of the Earth high enough to map topography, and how would they see underneath the ice? Their maps were so accurate. I mean, we know that they didn't go to Antarctica and explore it, but yet they were able to draw these maps of it. كما شاهدنا في هذا المقطع فإن خريطة بيري ريس حيرت العلماء لأنها ليست الخريطة الأقدم فحسب بل الخريطة الأعجب فلم يكتفي بيري ريس برسم خريطة للأمريكيتين بدقة بالغة بل رسم عليها أيضا أنواع الحيوانات والنباتات الموجودة في كل منطقة وحدد المسافة بين السواحل الأفريقية والأوروبية والأمريكيتين بدقة عجيبة ورسم نهر الأمازون العظيم وتفرعاته في أمريكا الجنوبية طبعا هذا كله قبل أن يدعي الإسبان والبرتغاليون اكتشافهم لنهر الأمازون بسنوات طويلة بيري ريس رسم أيضا القارة القطبية الجنوبية بكل تفاصيلها وهذا ما جعل هؤلاء العلماء الذين وردوا في المقطع يشيرون إلى أن مخلوقات فضائية هي من رسمت هذه الخريطة أو على الأقل ساعدت بيري ريس برسمها وذلك لأن خريطة بمثل هذه الدقة والتفاصيل تحتاج لعشرات بل مئات السنين لرسمها طبعا سنذكر بعد قليل سبب ترجيحهم لنظرية المخلوقات الفضائية ولكن الشيء الذي لا يعرفه هؤلاء العلماء الجغرافيين أو لعلهم يعرفونه ولا يريدون ذكره أن سكانا مسلمين في الأمريكيتين كانوا موجودين بالفعل قبل وصول بيري ريس لأمريكا بمئات السنين وكما ذكرنا في الحلقة الماضية فإن الوجود الإسلامي في أمريكا يعود إلى مئات السنين قبل ذلك وهو الأمر الذي ساعد بيري ريس في رسم كل هذه التفاصيل الدقيقة والتي تعني وجود أبحاث ورسومات قديمة ساعدته في عمله بل ووجود سكان محليين مسلمين ساعدوه في تحديد التفاصيل الدقيقة التي تحتاج لعشرات السنين إن لم تكن مئات السنين لتحديدها وهو ما يؤكد وجود مسلمين بالفعل في السابق في أمريكا ساعدوا أخاهم بيري ريس في رسم خريطته وربما كان الهنود الحمر الذين اعتنق الكثير منهم الإسلام هم من ساعد بيري ريس في رسم القارة القطبية الجنوبية التي من المرجح أنهم خبروها ورسموها منذ آلاف السنين ولكن ما الذي دفع هؤلاء العلماء الغير مسلمين الذين ظهروا في المقطع إلى ذكر خريطة بيري ريس المسلم وتوضيح ما فيها من عجائب وغرائب والحقيقة أن السبب الذي دفعهم إلى ذلك لا يتعلق بإثبات أن المسلمين هم الذين اكتشفوا أمريكا وإنما أرادوا بذلك إثبات معتقد لطائفة دينية يعتقد بها كثير من الأمريكيين هذه الطائفة تدعى طائفة العلمولوجيا أو السينتولوجي هي طائفة دينية انتشرت وما زالت تنتشر في أمريكا تؤمن بأشياء غريبة من ضمنها وجود مخلوقات فضائية سكنت الأرض في السابق
قامت ببناء أبنية كبيرة وجدت في حضارات مختلفة. وعلى فكرة ينتمي لهذه الطائفة كثير من مشاهير هوليوود، من أمثال الممثل جون ترافولتا والممثل توم كروز. المهم يبدو أن منتجي هذا الوثائقي يعتنقون هذا الدين، وأرادوا بإنتاجه إثبات اعتقادهم بوجود مخلوقات فضائية على الأرض سابقا، ولذلك ذكروا معلومات سرية عن حقيقة خريطة بيري ريس، والتي فسروا دقتها البالغة والمعلومات التي بها إلى مساعدة تلقاها بطلنا العثماني من المخلوقات الفضائية. والحمد لله الذي سخر مثل هؤلاء المساكين لكي نعرف نحن تاريخ عظمة ديننا، ونتعرف على تاريخ أبطالنا الذين لم نعلم عنهم شيئا. وبعد اكتشافه لأمريكا والقطب الجنوبي، أبحر بطلنا بيري ريس بأساطير الخلافة الإسلامية العثمانية لمساعدة المسلمين في الجزيرة العربية، في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي أمام هجمات البرتغاليين الصليبيين. فساعدت القوات البحرية الإسلامية المجاهدة التابعة للخلافة العثمانية إخوتهم المجاهدين في اليمن، فاستطاعوا تحرير عدن من براثن الصليبيين نحو مسقط التي احتلتها الجيوش الصليبية البرتغالية. فاستطاع الأسطول العثماني المجاهد بقيادة البطل بيري ريس بمساعدة من المجاهدين العمانيين من تحرير مسقط من البرتغاليين الصليبيين. وعلى فكرة عمان لم تكن تتبع الخلافة العثمانية أيضا. ولكن لاحظوا معي يا إخوة، الذين ظلمناهم في مناهجنا واتهمناهم بأنهم أرادوا فقط التوسع، لاحظوا كيف ساعدوا المماليك في مصر وبني الأحمر في الأندلس والعمانيين في مسقط، بل وكيف ساعدوا الهنود البعيدين عنهم آلاف الأميال. لم يساعدوا العثمانيين هؤلاء فحسب، بل سنرى أيضا في الحلقات القادمة كيف أنهم ساعدوا المغرب أمام الصليبيين، على الرغم من أن ملوك المغرب وقتها رفضوا الانضمام للخلافة العثمانية. والله يا إخوة، إن العثمانيين ظلموا ظلما كبيرا في مناهج التاريخ المدرسية العفنة، والتي صورتهم بأبشع الصور. وقد آن الأوان أن نعلم تاريخنا الحقيقي بدون تدخل غزاة التاريخ. وبعد مسقط توجه مجاهدنا بيري ريس نحو البحرين وقطر والبصرة لمساعدة المجاهدين العرب هناك في قتال الصليبيين البرتغاليين، الذين أرادوا بمساعدة وخيانة من الشيعة الصفويين الفرس من تطويق الجزيرة العربية، وذلك للقيام بعمل حقير سنعلمه لاحقا في الحلقة القادمة إن شاء الله. ولكن كم كان عمر بيري ريس في هذا الوقت الذي كان يبحر فيه عبر محيطات وبحار الدنيا؟ إلى كل من يستمع إلينا ويعتقد أن سفينة العظماء قد فاتته لكبر سنه، عليك أن تعلم أن بيري ريس في هذا الوقت كان يبلغ من العمر 90 عاما. 90 عاما. لذلك لا تشعر أبدا باليأس، واعلم أنه ما زال هناك مكان لك في سفينة العظماء لكي تقدم لهذا الدين شيئا ربما يخلد اسمك بين قائمة العظماء. فسفينة العظماء لا تعرف حدودا لعمر أو جنس أو قومية. وبعد أن بلغ بطلنا المجاهد بيري ريس 90 سنة، انتهت حياته بعد أن ترك لنا كتابا من أعظم الكتب البحرية يكتب بماء الذهب. ومع انتهاء هذه الحلقة نكون قد انتهينا من 10 حلقات من برنامج العظماء 100، فتلك 10 كاملة. سعدت فيها جدا برفقتكم. الحلقات 10 القادمة ربما ستكون صادمة بشكل أكبر من الحلقات السابقة، إلا أنني كما وعدتكم سابقا سأخصص حلقة بعد كل 10 حلقات أجيب فيها على الاستفسارات والمقترحات. تابعوا معي الحلقة القادمة التي سنجيب فيها عن أسئلة وردت عن الحلقات 10 الماضية. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار. سأتشرف بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لتصلكم حلقة البرنامج أولا بأول، وسأتشرف أكثر بقراءة تعليقاتكم ومقترحاتكم أسفل الفيديو في اليوتيوب وعبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر. سيتم نشر التعليقات المميزة في كل حلقة. أما الآن اقرأوا التعليقات القادمة التي لا تقل روعة عن أحداث قصتنا. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم. لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختار، ذاك الكتاب وسنة المختار. طريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية هم بالعزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار، ولهم بأخلاق الكرام مآثر يروونها بتواتر الأخبار، ولهم بأخلاق الكرام مآثر يرونها بتواتر الأخبار، ناد له من كل حقل زهرة بحر العلوم وأنهر الأفكار، بحر العلوم وأنهر الأفكار. مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار. إن التميز في الورى إشراقة تبقى لتسطع في سما الأدهار، إن التميز في الورى إشراقة تبقى لتسطع في سما الأدهار، جيلا فجيلا يحملون لواءها والخير ما يبقى من الآثار، والخير ما يبقى من الآثار. مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار، لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، لبناء جيل رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري، وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختار، ذاك الكتاب وسنة المختار. للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار، ولهم بأخلاق الكرام مآثر يروونها بتواتر الأخبار، ولهم بأخلاق الكرام مآثر يرونها بتواتر الأخبار، ناد له من كل حقل زهرة بحر العلوم وأنهر الأفكار، بحر العلوم وأنهر الأفكار. مشاعر الأنوار هم للنسيم عبره الفوار، قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار،
هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، هم قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. إن التميز في الوراء إشراقة تبقى لتسطع في سما الأدهار، إن التميز في الوراء إشراقة تبقى لتسطع في سما الأدهار. جيلا فجيلا يحملون لواءها، والخير ما يبقى من الآثار، والخير ما يبقى من الآثار. نسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعل الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار.